السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل المباشر اللي غادي يجمع ما بين انس خدمي وزيدان ضبط 32 النسخه التاسعه Here we go.
كيفاش يتعامل لاعب انس خدمي مع هذا اللقب. Ça va, on va faire
reçu l'occasion de continuer un live de voir Messi. شو
الميكرو كي غيتهضر معاه لعيب انس كيحاول انس كنلاحظو بحال فهمتيني لا هوني عم تخلص يستير واحدة لا ماشي بوسخه الكولور اللي فيها دايره بحال هكاك Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way
هذيك Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. نورمالمون لي كولور خصهم يكونوا مقلوبين. نورمالمون انس راه عنده انس عنده الحمر وزيد عنده الصفر. نورمالمون لي كولور مقلوبين. شكرا 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 خويا عمار. صافي تخفيك. Stratégiquement parlant, il a fait le bon choix. Like Bébé Croya Amar.
الله يكبر بك خويا. اون ليسبير خويا احمد، اون ليسبير pour eux.
ما متفقش معك خويا المهدي، هذا ماتش واعر اخي. بالعكس بالعكس، ورا الان جو بونس في الماتشات الايقاع وكذا، فهمت اللي باش غادي هذا الماتش ما بين احسن الماتشات. نسالي هذا الدور يبدا الماتشات ديال دور 16. فديجا هنايا كانوا فهمتيني نتائج غير متوقعه، كانوا فهمتيني انا نوافق خويا ماشي لعبه. يسالي فهمتيني جو بونس البيول هذه لا سيسيون ديال 12 جو بونس نزيد ليا جوج. غتكون عندنا مناسبه باش نتفرجوا في الماتش من المستوى الجيد ما بين جوج اللاعبين. خويا راه لعب خويا راه صدام لعب في لاطابل نيميرو 2، نتيجة تنظن انها 2-1 لصالح يوسف رحال. كيفاش يتعامل انس مع هاد لاسيتياسيون؟ ما توفقش، ماشي ما توفقش ولكن ما تبلصش مزيان. خويا اسامه خويا عادل راه قلنا بان لاسيسيون الجايه غادي يعطيها اسامه مع عمر. واش يكون لقاء من احسن المقابلات اللي تكون في هذا الدوري. خويا يونس الله يكبر بك خويا، الله يحفظك خويا يونس، وتحيه ليونس وزكريا اصدقاء ديالنا الرباط اكادير الله يكبر بكم. خويا الماتش ان شاء الله غادي يكون جو بونس نورمالمون لوجيكمون خصو يدوا فهمتيني خصو يبان في اللايف، لوجيكمون خصو يبان في اللايف. تحية السي جواد ثابت وتنشكرو على التنظيم الهائل ديالو. أنا غادي نشوفو كيفاش غادي يتعامل اللاعب هاد لاسيتياسيون اللي هو فيها، واش غادي تمكن ليها تحسو بيه مازال ما خلصش لاباخي ديالو، مازال كاع ما خلصش لاباخي ديالو.
شكرا وفيكم بأي فصل بس يفتح في المقابلة اللي غادي يكون في الدور المقبل. نورمالمون غادي نبدا مع الجوج نورمالمون حدا ونص الجوج جو سي با اكزاكتومون. انا غادي نوافيكم بكل هذا نوافيكم بقبل
نشوفو تنظن ان هاد لابتوب سي بشكل النيفو ديال انس راه كانت سهله بالنسبه للنيفو ديالو اخرى الى نرجعوا اخرى بوشن جو بونس تخسر بارك بوشن انا لا كان مالوغوزمون أكثر مع سعيد الحريري نو 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 نو
سويت كل لعب مزيان كل ماتش كنحط بالزربه وكيبقى يعصب عليك في الماتش الى تري بون ريزولتي. بالمارس باش ما نقول شي حاجه مالو بالمارس كيبان ما عرفتش كيفاش ديال اللعب هذا رمان
النتائج هي كالتالي. يوسف الحال مفروض على 6-4-1 ميسي مع الزهراوي حساب صالح ميسي، الزرغوني مع ياسر 3-2 صالح الزهراوي، امين مع رياض 4-3 صالح امين، ادريسي مع اكسبوكا النتيجه فهي 4-2 صالح ادريسي، ياسر مع فراج فهي 2-2. Comme vous pouvez constater, faire les scores, j'ai tout le monde serré. Et voilà, quand c'est normal. كل واحد عنده كيفاش عنده كومون فهمتيني كيشوف على الفيديو حيت خاف يسطرها مشيت خرج من الجا خرج من القتولة النتيجه الان كتصبح في اللقاء ما بين رحال ويوسف رحال وسلطان في النتيجه كتصبح 5-1. لا خويا مالوغوزمون ما لعبش فهو اللي مكلف في التنظيم فهو اللي مكلف انه التنظيم هذا مالوغوزمون بغينا يشوفو حتى هو لاعب حتى هو ان تخي كرون جوار ودغنييغمون إلا فيدي تخي تخي بون ريزولتا مي صعيب تلعب وت وتسير هذا ان كون تيب صعيب هاد الفيكولتي ديالو كتجلى انه كيفاش يحط البوشون وكيفاش كيفاش يحط يديه باش يضرب الوضع اللقاءات اللي ملعوبه فاللقاءات الملعوبه في هذا الوقت فهي كلها ماتشات زوينه
مرة أكبر أنا عندي في امتداد لايف كنشوف في التليفون ديالي كنقرا لي كومنتير ديالكم شو هذا الكاميرا هي هذيك خويا خويا حسن حسام راه عمر موجود لعب وتأهل بالنسبة للأخ محمد البوزلفان ماشي الكاميرا اللي هو واقيلا فهمتيني تقاست الهاتف ديالك عندك فيه شي خلل ولا شي حاجة حيت دابا شفت شي تخوا تيليفون فهمتي شفت لي لايف شفتو بعد لي لايف راه الكاميرا مزيانة النتيجة ما بين مصطفى بكري وأزلمط فهي 6-4 لصالح أزلمط والمقابلة اللي كان شاهدوا الآن فالنتيجة 5-2 لصالح أنس Bien sûr.
هذا محلكم. الناس بصراحة مش نكون واضح واحد القضية، فالناس تعاملوا مع هاد ليديسيون تعاملوا معها بواحد الجدية وجابوا واحد الاسباب بروفيسيونيل باش يحاولوا يديروا فهمتيني شي حاجة شي تظاهرة هائلة في المستوى الجيد جدا واستافدوا من لي زون اسي داميليو هاد لي حاولوا اميليوريو هادي بارابور لا 8ème ou la 7ème ou la 6ème ou la 5ème édition. Par édition à édition, on constate que c'est un changement vraiment radical. La nettoyage de la 5-3 تخلص اللاعب يزيد النتيجة. فتاوى مقاتل ما تيرشش facilement. Exactement. Qu'on en voit, 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 qu'on en
الحق في هاد لاصال، خلقوا داروا واحد الكليمة اللي فهمتني كيحبك في هاد الرياضة، في هاد الدراري زوينين، دراري كيقصرو، دراري مربيين، خلقوا فهمتني و السي جاو التالي تا هو كان عندو واحد الطور باش أنه هو عنده واحد التطور كبير باش خلق هاد لومبيونس. حتى هنايا موالين شي مسؤولين في جمال تنشكرهم على هاد القضية، ميم لو بيرسونيل تا هو مشكور باش عطاو تا هو حقه. مالوغوزمون زيدان خويا راموس لعبي بلاكتك العب خويا السؤال ديالك كيفاش واش كاين الكرونو باش دير الكرونو دوا فهمتي واحد القضيه ان دي دو جوور دوا فهمتيني لو دوموندي باش يقول الحكم بان في كل دقيقه كتولي ديك الساعه القضيه ديال 60 ثانيه كل لاعب خصو ما ديباسيش 60 ثانيه في الكرة. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. هي الخويا معاد تذكر فقط في عمر الصباح الاداء جيد. Light is gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back.
كننتهي المقابله اللي كانت مع ولي يوسف رحال وسلطان انتصار يوسف رحال. نعطيك كل الريزلت اخويا فتمكن زاد داري البلد من التاهل، الشرطي من التاهل، سعيد الحريري من التاهل، سعيد الرجاوي من التاهل، عمر منتج من التاهل، اسماعيل زكو تا هو تمكن من التاهل، عمر منشي تا هو تمكن من التاهل، اظن المقابله والشرطي تمكن تا هو من التاهل. هذه في لا سيسيون ماتينال. الان اللاعب الازلماطي تمكن من التاهل كيخلق مفاجاه كبيره من حيث تمكن يتفوق على مصطفى بكري. عامر خويرة لاعب مالوغوزمون الحمزاوي امين الحمزاوي ولا امين الملقب امين لاكان فمالوغوزمون تقسم كونتر سعيد الحريري ان ماتش تخي بليزون نقدرو نقولو فهمتيني في لو نيفو يلعب به هذا. الان الحكم تيشوف واش يقدر يلعب هذا Thank you.
بارتي تري تاكتيك راه لاعب لاعب وقيله 4 3 باش يخاصر خويا مسكين يلعب راه قلتها شي 5000 مرة يمكن نتابعو بعد ما قدم أداء جيد ويكون عندو في دوسي 19 يكون عندنا واحد اللقاء مشوق مشوق جدا اللي جمعو مع البطل الكبير ديالنا عمر واخا خويا زكريا واخا شكرا انا تنظن الزهراوي وميسي لعبي لابيل الله يحفظك خويا نبيل ميرسي بوكو خويا اون ايسي دو فير لو ماكسيموم باش نوصلو لكم اللقاء كما هو هنا النتيجه صبحت 5-4 صالح خدمي ف فزيدان تمكن من يقلص النتيجة النتيجة 5-4 شنو نقلو اخويا ما يمكنش حيت الكاميرا كاينه فهمتيني في هاد لاطابل ما يمكنش كيفاش نديرو ما كناش نقلو انا ما كنش نتفرج في هاد الماتش
التحية لخويا سفيان الصديق ديالنا. السلام عليكم اختي سكينة، راه ميسي راه اسامة تأهل في لاسيسيون ماتشينال، دابا مازال ما عرفش الماتش الثاني ديالو. كاينش خويا عندنا كيفاش تبارطاجي اللايف، حيت اللايف فهمتيني باش تكون يكون عندك لاكسي لاباج ديال مريم جوست عند المسؤولين. عاد نشوفو اللقاء، نشوفو فهمتيني اللقاء اللي عندنا هنا في 5-4 ما بين خدمي و زيدان. مفاجأة الآن، مفاجأة الزهراوي كيتمكن باش يفوز على ميسي. اخويا تقسم على لاعب يوسف حداسي الزهراوي.
صعيب باش يوصل للزهراوي راه ضرب شي كواري وضرب دار شي حوايج بغيت نتعامل مع هاد السيتواسيون اللي وقعت فيها دخلنا المنعطف خويا ديو سيت اباج وشوف اخويا على كاع ماشي في الزورون تاع لي طابلو مجرب وقدم اداء جميل الى دومين سا بارتي لو بوزومبو تقدم له تحيه خويا سلطان تقصد يوسف احمد كان اللي جاك تصبح ستار مع ما بين انس خدمي و ما بين انس خدمي وزيدا فقط اللي تقدروا
مشاهدينا الكرام واحد 3 دقائق ونكملوا عشان معكم. نعم
السلام عليكم مشاهدينا الكرام على هذه المقابلة. كانت عندنا واحد الاستراحة الآن سنبدأ على هذه المقابلة وضحنا بلس نهار نعطيكم شكون يتأهل للكلاسيكو ماتينال نعطيكم أكبر مفاجآت فأظن ماتي كامل الانتصار على مصطفى بوكري الزهراوي أكبر مفاجآت من كامل الانتصار على أمين عميد المنتخب ميسي رفيق مهزم مع الشرطي أسامة تأهل على حساب حسن عامر انتصر على بوشرى سعيد الرجاوي تأهل على حساب الزياني زكريا البرك تأهل على رضا عميرة سعيد الكاروري انتصر على أمين لاكام عمر مونتي تأهل على رضا وسماعيل تكمل الانتصار على السعيد يوسف حاتم تكمل الانتصار على صدام هذه المقابلات أجمل متأهلين يتأهلوا في رصيد فرق الدور تحية للبطل الكبير ديالنا واللاعب المنتخب الوطني اللي حصل على بطولة العالم سنة 2014 رشيد بن حسني الآن نشوفو شنو غادي يوقع في هاد لابارتي لاستين بارتي بوتيني سوا تقريز الفارق سوا تساعدة أو يمكن اسم انتصار غيكون يدير واحد الخطوة للدور المقبل وإلا انتصر لا فغادي تكون متمكنش من هاد الكو منجحش من هاد الكو مالوغوزمون هذا انا خويا رشيد نقدم لك التحيه ف الابطال كلهم كاع السكر قديمه اللي كنتي معاهم بالمنتخب فكلهم حاضرين الا نتايا اللي تبغى راسك خويا كنتمنى لك سعيد والله يسهل عليك اخويا تبشنا كيف اللي تبلاصتك انت وزيتوني قاسمهم
خويا بوي جديده تمن ندير لي اونلاين تكسر ولكن قدمو مستوى جيده جدا كتبع ورا مالوغوزمون التيراج تروبسكو يمكن يتكسر مستوى جيده جدا مالوغوزمون ما جاش شارك معنا الاخ الصديق يوسف منو ما جاش الصياده وكنتمنوا لهم بعدا يكونوا بخير على خير هما هذا وكان في المسخ الجديد ان شاء الله يكونوا حاضرين الله يحفظك خويا رشيد انت راك عزيز اخويا فاول بالنسبه ل اقصدي اخويا نشوفوا شحال دار دابا نرد عليك راه قدم مستويات جيده البارح في البرومي تور والدوزيام والتوازيام تور كنتي قدم مستويات جيده وجيده جدا دابا نقول لك شنو دار فالتذكير فقط البارح والبارح لعب مستوى جيدة وجيدة جدا تبارك الله لعب نيفو طالع ان شاء الله لا طولنا الله العمر سيد حتسالي اليوم مفاجأة كبيرة كل خاطر بشي خمسة الجوز بس تجوز وقفتنا وجهة المقابلة هي دي جو خمسة سي سلبية We'll be right back.
جاوب تعليق معكم على هذه المقابلة. زيد نتلوضي على البارتي دي بارتي فاسيل وكيجيب دي بارتي ديفيسيل. تحية لخويا الصبابة. وي خويا راه ماشي تابع لي ريبريزونت الكلوب ماني الى ان جوغ تابع تي ريبريزونتي لو كلوب. جو بونس كو ياسر وزراني لاعبين لابيل de Zidane, très très bon coup.
شوفوا كيفاش يتعامل اللاعب زيدان مع السيتواسيون اللي وقعت. سالي الديبي ديالو
بليزير بارطاجي سورتو كنشوفو الناس الحباب والناس فهمتيني اللي الناس اللي عطنا مش حال هذه الناس اللي شرفوا بينا وشرفوا بالبيار في الياس الرباط وهذا المقابلة اللي كتجمع بين أحمد فراج وياسر العمراني فنتيجة 6-6 الخرجه اللي دار اللاعب جديده في المنتاش كاع تماما خويا عامر راس كاليفا خويا
بيان تبارك الله من جديد ان بابا نيكي في سيتياسيون ديليكات وهذا تبارك الله نايس 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 ماتش زوين انا كيس تيس عاد التعليق في هذه المقابله تاع اللاعب انس خدمي خونا وحبيبنا وعزيز علينا وكل شيء اللاعب زيد انت ما هو خويا وخونا وحبيبنا وعزيز علينا نرجع معكم التعليق على هذه المقابلة الآن انا نقول لك واحد القضيه انا الدراري نقول لك واحد الحاجه الدراري بجوم خوتي عزيز عليا اللاعب انس صديق وهذا فهمتيني تبارك الله عليه وزيد انت هو صديق ما 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 ما, ما, ما كنجي ما كنجي من حتى واحد هذه واحد التحيه في خاطر خونا وحبيبنا واللاعب الكبير وليد تقدموا لي احسن تحيه الوليد الفناني خويا انس انا خويا لعب بجوم خوتي وحبابي انا هذا الماتش فهمتي اللي ربح بصحته ما تنشجع حتى واحد فيهم ما كنشجع حتى واحد فيهم فهمتيني حيت بجوم خوتي وحبابي اللي ربح بصحته اللي تقصى هارد لك واللي تاهل فيهم راه كيستحق التاهل واخا في لافيزيومي ديال لو ماتش كيبان ليا بان نهضر فهمتيني واخا دابا كاع ما خصني نقولها جو بونس كو انس خدمي لي فافوري prochainement inchallah غادي يكون واحد التورنوا دو سنوكر و كون فا ديفوزي انشاءالله فهمتيني كون فا بارطاجي افيك فو هاد ديديكاس نهدا للجمهور كله اللي متبعنا في هاد الوقيتة ديال الغدا لو ديمونش نورمالمون بنادم فهمتيني خصو يتكا يرتاح شوية وهذا فهمتيني وجالسين كيتفرجوا ومبارطاجي معنا فهمتيني عطينا وقتهم وهذا نتوما اللي نقدم لكم كلكم خويا محمد الفاضل احنا بيني وبين تنكومونتي وطلقينها وكل شيء فهمتيني هذاك حيت كت مالوغوزمون فهمتيني جوني لي ماتش ديال خوتي وحبابي العزاز عليا فهمتيني باش نجيك نيشان تنخاف فهمتيني نقول بحال مثلا نعطيك مثال زقل كوتو قول واحد زقله زقله ولا شي حاجه تحسب عليا والدري صديق فهمتيني نخسروا بيتمون اللهم اخويا تنحاول نكون فهمتيني نبقى نوت خوتي نحاول فهمتيني نبقى باش ما نخسر حتى واحد بشي فهمتيني بشي هضره نقولها ولا شي حاجه اكزاكتومون تبلا واحد تكون بلانيفي
الله يكبر بك خويا سفيان. عندك الحق خويا انس، ولكن كتجي صعيبه باش ما نحرج حتى واحد راه هذا اللايف يقدر يعاود يشوفوا السيت فهمتي من بعد ولا شي حاجه ويصحابو بحال ما بغيتوش يرباح ولا هذا، وانا بالعكس اخويا. نشوفوا دابا الان كيفاش يتعامل زيدان مع هاد لابارتي. العثمان الاندلسي النتيجه كانت تقريبا 6-6. لا لا انا ماشي في بروفيسيون ديال انس معلق بوغ لو بليزير، انا وصلت لكم فهمتيني هاد لي ماتش بحال اللي فهمتيني بحال اللي كتشوفهم جالسين معانا. رانا بنادم ما يمكنش لنا تكون في العاطفه، الدراري جم خوتي وخبابي انس عزيز عليا وزيدان كذلك، راه كتصعب تعلق بهادشي بالضبط. نمر ثمانية غابة Anas, bien sûr, c'est un très bon joueur, un très très bon joueur techniquement, tactiquement, tu parles de Fintini, l'akhlaq Fintini, Aliya Jidam, Roi Khayabiya. صراحة normalement Fintini, عندك بالنسبة ليا هذا الماتش هو أحسن ماتش علقت عليه جوسكا بريزون من بسبب هذا لا نوفيام إيديسيون، هذا هو أحسن ماتش علقت عليه. جميل، أحسن ماتش. خويا زكريا دار التأهل مالوغوزمون ميسي أمي العملية تنصف. هنا نورمالمون كيف لي غادي يلعب اوفون، اي لعب اوفون من هنايا ويطلع شوية. اوي 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 زوينة 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 زوينة، غادي ديكاج الكتلة شوية. اكزاكتومون اكزاكتومون، راه انا فاش تنقول لك كي تيصعب التعليق راه على ود هادشي، على ود هادشي اللي فاش كتلقى لعابه تكنيكمون سون فور، ميم سي جينا نشوفو بالباغيس فهمتيني والالقاب راه لصالح تتصب لصالح انس، ولكن كتشوف هاد جوج اللعابه وهذا فهمتيني راه خويا زكريا لما هذا وقيلا بواحد 8-6. ياسين زراوي تأهل، عبد الرحمن جوكر اخويا ما عرفتوش. اي مالوغوزمون كيزكلا الان الاخ انس عنده لوبورتينيتي في نقطة الماتش.
كلاش الارقام كاينش لعب قرار افضل من 500 جونجور حتى خويا عصام حتى واحد من اللعابة بجوجهم مطلب الكرونو حتى واحد مطلب من الحكم اللي كيدير بلا حتى واحد دونك ملحقهم فهمتيني بوسكو اللعابة بجوجهم أصدقاء وخوت واحد يسعى الآخر واحد دونك راه هذا راه سي جوست أون كومبيتيسيون فهمتيني ما اللعابة بجوجهم فهمتيني ما لهمش الخوت في كل Très bon coup défensif de la part de Anas. Très bon coup défensif, très bonne lecture. Très bon. Très bon match. Très bon coup défensif. Et d'abord, il y a peut-être un moment où c'est une situation très délicate. Je vous dis, je me redis que c'est pas le final. Je me rappelle pas très bien. ماشي بلا ضغط كاين شويه الضغط ولكن الدراري بجوج عندهم تجربه الدراري تبارك الله فهمتيني بلوك الغيار راه فهمتيني خاطري نشوفو الان شنو غادي يوقع في هاد الكو Heureusement qu'un chouïa de la réussite, heureusement pour Zidane, qu'un chouïa de la réussite. Là, ma fille, c'est une délire, je ne confirme pas ton avis. Il a un très bon niveau. Toi, il y a un snow qui continue. Parce que là, elle a un bâtard. Alors, c'est pas évident parce que. Elle a besoin d'un bâtard. C'est pas évident parce que. Défense de la part de Anas, très bon, la maîtrise de Naya Kamara, Poutine, on constate Poutine. Très bon défense, très bonne lecture, Poutine, de la part. أميري ميسي تقصى مفاجأة أكبر مفاجآت هذا حتى الآن تقصى كونتر يوسف حتى يصير مقب الصحراوي ما كيكونش الأوراق في كازا خويا علاش بالعكس راه جينا نشوفو كازا فهمتيني راه هي
كنا نهضروا على البيا وكنا نهضروا فهمتيني بغض النظر على اي مدينه كنتمي ليها ولا كنت مولدها فراس كازا فهمتيني ولدتنا ابطال كبار في هذه الرياضه ابطال المغرب ابطال عالميين ابطال هذا ابطال افريقيا ما هي العاصمه في تلك الدفاعات في تلك الدفاعات في الكومبيتيسيون بحال هذه في احسن زيدان مقابله كبيره ما بين البطلين الاصدقاء كنتمنى لهم كنتمنى انس التوفيق في باقي التظاهره وحظ سعيد للمره القادمه في النسخه المقبله بالنسبه للاعب زيدان وبالنسبه للمشاهدين الكرام كنضرب لكم موعد المقابله اللي تكون ديال الدور المقبل الى اللقاء ساعة